ندى الكامل طلعت متدينة وبتعرف ترد في الدين، وكمان أحرجت متابعة ليها وقالت لها بصي لنفسك وما تبصيش عليا لو لبسي مش عاجبك. رجعت طليقة الفنان أحمد الفيشاوي علشان تثير الجدل من جديد، وتصدرت الترند على السوشيال ميديا بعد ردها على متابعة انتقدت لبسها، وخصوصا لما استخدمت ألفاظ دينية، وكمان اتكلمت عن ارتباطها وحقيقة جوازها من عمر كمال. يا ترى ندى الكامل عملت ايه مع المتابعة اللي انتقدتها، وازاي احرجتها قدام كل الناس؟ تعالوا نعرف ايه الحكاية. القصة بدأت لما واحدة من متابعين ندى الكامل على انستجرام انتقدت لبسها وظهورها بملابس جريئة، ووجهت ليها رسالة صادمة وقالت لها مش بتحسي انك بتبيني جسمك بزيادة؟ مش بتخافي من الحساب او تكوني بتاخدي ذنب عن كل حد بيشوف صورك كده؟ وواضح ان السؤال ده ضايق طليقة الفيشاوي اللي قررت ترد على السؤال بشكل صادم وقالت يعني ايه مش بخاف من الحساب ومش خايفه اخد ذنب؟ ما طبيعي كلنا خايفين من الحساب ومش عايزين ناخد ذنوب، بتفصليني عن باقي البشر ليه؟ كلنا عندنا نفس لوامه او معظمنا، واظن ده احسن بكتير من النفس الاماره بالسوء. مش بس كده، ندى كمان وجهت رساله للمتابعه وقالت لها ركزي على نفسك علشان ترتاحي وما تبقيش تبصي عليا لو انا مضايقاكي، انا لوحدي جيت ولوحدي عشت وبرضه هنزل المتر في متر لوحدي، ساعتها انا اللي هكون ملزمه ارد على السؤال ده وقتها، لكن مش ملزمه ارد عليكي حاليا. كلام ندى الكامل عمل جدل كبير على السوشيال ميديا، واللي زود الجدل كمان لما متابعه تانية قالت لها نفسي جسمي يبقى زيك، وكان رد ندى غريب لما قالت لها والله نفسي اديهولك بس مش كل اللي بتشوفيه على انستجرام صح، كله متزوق واكيد انت عندك اللي بيميزك عن غيرك، بس حاولي تشوفيه وتحبيه وتمرني وكلي كويس وشوفي دكتور تجميل. الموضوع ده بقى عادي ومش محرج خالص، بس في المعقول اللي يتصدق. ندى الكامل كمان كشفت حقيقه ارتباطها وجوازها من عمر كمال، وقالت انا لسه سنجل ولا ابالي ومش عايزه اتجوز تاني لان اتجوزت واتبسطت جدا وكنت سعيده ومش هكررها تاني. الغريب بقى في الموضوع ده ان ندى نفسها كانت قالت ما عنديش مشكله اتجوز تاني وعايزه راجل يكون انسان ذكي وجميل وتعليمه جيد ومشغول دايما ودمه خفيف، وحاليا مفيش اي تفكير غير في حياتي وازاي اكون مبسوطه. والاغرب انها ظهرت في اكتر من مره مع عمر كمال، مره منهم كانوا مع بعض في بيتها وكانوا بلبس البيت، واخر مره كانت ظهرت معاه في الامارات وقالت لك انهم اتقابلوا بالصدفه في المطار. ده كان رد ندى الكامل على متابعيها واللي ما عجبش ناس كتير. انت قول لنا ايه رايك في تصرفات طليقه الفيشاوي.